أرجع مرة أخرى إلى سؤال من عندي هنا. رجل فاضل جليل حبيب أرسل أسئلة يقول: نحن نجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء بسبب كورونا، جيد، وقد جاء أحد المصلين متأخرا وقد بدأت الجماعة صلاة العشاء، تمام، دخل في الركعة الأولى بنية المغرب وفوجئ أن الإمام صلى 4 ركعات، كان بيتصور أن دي المغرب مش العشاء، وتابع الإمام في الركعة الرابعة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل سجود السهو كاف أم ماذا؟ ثم قال: وحول نفس الموضوع مسافر يجمع للسفر وبسبب سفره فقد قرر الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، في طريقه وجد مسجدا توقف للصلاة عند دخوله، وإذا الجماعة قد بدأ الصلاة العشاء، فما هو الأفضل له، أن يصلي المغرب أولا منفردا أم أن يدخل مع الجماعة للعشاء ثم يقضي المغرب؟ سؤال ثاني له نفس السابق، خلينا أولا نجيب هذا السؤال ثم ننظر السؤال الذي بعده. الله فيه. بالنسبة للسؤال الأول، طبعا عندما دخل بنية المغرب لم يكن يعلم يا ترى الإمام بيصلي المغرب ولا بيصلي العشاء، بل الذي غلب على ظنه أنه بيصلي المغرب، فوجئ أن الإمام قام لرابعة فانتبه أن الإمام بيصلي العشاء. ماذا كان التصرف الصحيح؟ عنده خياران: أن يجلس وينتظر أن يفرغ الإمام من الركعة الرابعة ويتشهد ويسلم فيسلم بتسليمه، ده خيار. الخيار الثاني: إذا قام الإمام لرابعة أن يجلس يتشهد وينوي المفارقة، فيتشهد ويسلم، خلص صلاة المغرب يلحق كمن يدخل في الركعة الأخيرة مع الإمام، كأنه أدرك فضيلة الجماعة في كلتا الفريضتين. فإن سألت أيهما أفضل، الثاني هذا، لأنه تمكن به من إدراك فضيلة الجماعة في تلك الفريضتين. صاحبنا لا فعل هذا ولا فعل ذاك لأنه جهالة أو قلة فقه، لا بأس به، فأرجو ألا حرج عليه فيما فعل، وأن يحمل الإمام عنه السهو، إنه دخل مع الإمام من البداية، فإذا سهوت خلف إمامك ولم تكن يعني مسبوقا، ففي في 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 هذه الحالة يتحمل عنك الإمام سهوا، إلا إذا أسقطت ركنا فهذه الركعة تسقط. أنا خلف الإمام أسقطت ركوع ما ركعتش أصلا، بس الركعة دي تسقط، يبقى بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة أقوم وآتي بركعة أخرى. أما الواجبات وغيرها والسنن فإن الإمام يتحملها عن المأموم ما دام في الجزء الذي كان فيه مؤتما به. أما إن كنت مسبوق وقمت تستكمل وأخطأت في صلاتك التي صليتها منفردا فأنت تتحمل تبعة خطئك وتسجد للسهو، بارك الله فيك.